الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ماذا أفعل لو عرفت العائن وماذا أخذ منه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، إذا تبين أن هذا الأثر الذي تشكو منه في جسدك هو بسبب عين، وعرفت العائن عن يقين وجزم أو عن غلبة ظن، فإنك تأخذ منه حينئذ شيئا من أثر جسده، مما لامس جسده سواء بعلمه أو بغير علمه، ولكن الأفضل أن العائن يتوضأ في ماء ويغسل داخلة إزاره، ثم تغتسل به أنت. فإذا علمت أن فلانا هو الذي تسبب لك بالعين، فإنه يؤمر شرعا أن يغتسل لك، فيحضر له إناء به ماء فيدخل كفه فيه فيتمضمض، ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره، ثم يصب على رأس المريض وعلى ظهره، وإن اغتسل به فهو حسن. فهذه هي الكيفية المنقولة عن السلف كالزهري وغيره رحم الله الجميع رحمة واسعة. فإذا تمكنت من إخبار من غلب على ظنك أنه هو من أصابك بالعين واقتنع بالأمر فجزاه الله خير الجزاء، فليفعل ذلك الأمر الذي ذكرته. وأما إذا خشيت من إخباره مفسدة أكبر فخذ أي شيء من آثاره ولو بلا علمه، وإن عجزت عن أخذ شيء من أثره لا بعلم ولا بغير علم فعليك بالعلاج النافع الناجع، وهو كتاب الله عز وجل، وأعني به الرقية الشرعية، فتقرأ على نفسك الفاتحة والمعوذتين وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة والآيات التي فيها ذكر الحسد، كقول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقوله عز وجل: حسدا من عند أنفسهم، وقول الله عز وجل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ونحو تلك الآيات التي تتكلم عن الحسد والحسدة، ولا سيما المعوذتين، فإن فيهما شفاء عجيبا من داء الحسد بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يرفع ما بك من العين، والله أعلم.